مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات. عادت الحياه الى طبيعتها في محافظه شمال سيناء بفضل الجهود التي قام بها ابطال الجيش والشرطه على مدار سنوات لمكافحه الارهاب، واتت ثمارها واصبحت تتمتع بالامن. فعادت مقومات الحياه بعد فتره من الاضطرابات، وتعد التنميه في شمال سيناء قرار استراتيجي من الدوله المصريه، حيث تستهدف زياده الرقعه السكانيه هناك وانشاء مجتمعات عمرانيه والاهتمام بالبنيه التحتيه وزياده الطاقه الكهربائيه، كما ان هناك فرص لاستصلاح الاراضي الزراعيه والصناعات المختلفه وامكانيات كبيره لبناء مجتمعات بدويه. وخلال زيارته الى محافظه شمال سيناء، اشار الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء الى ان هذه الزياره المهمه شهدت تفقد مناطق كثيرة، بداية من رفح مرورا بالشيخ زويد وصولا إلى العريش، مؤكدا أن التواجد اليوم في هذه المحافظة وحجم الأعمال والمشروعات المنفذة بها والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض، وكانوا سببا مباشرا في حجم الحركة التي تشهدها اليوم في مبادرة تنمية سيناء والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. برنامجنا النهاردة من برنامج ملفات هنتكلم عن يعني التنمية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، مع ضيفتي في الأستوديو الأستاذة فايزة عابد نائب الاتحاد المصري للقبائل المصرية والعربية ومستشار محافظة شمال سيناء لشؤون المرأة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل سنة حضرتك طيبة. حضرتك طيب. خلينا في البداية نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الملف الهام، ملف التنمية في سيناء، فابقوا معنا. تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بتنمية سيناء بالكامل، وذلك في إطار خطة وضعتها الدولة بالتوازي مع الحرب على الإرهاب ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء. وترتبط المشروعات التنموية بمسار متطور ومتكامل يهدف لإعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وفي هذا الإطار نجد أن محافظة شمال سيناء تشهد حاليا طفرة تنموية كبيرة عقب القضاء على جيوب الإرهاب الذي عانت منه لعدة سنوات، وتشمل قائمة المشروعات الجارية مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة بتنفيذ أكثر من 10,000 وحدة سكنية و400 بيت بدوي، مشروع تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بالعريش بإجمالي 2337 وحدة سكنية، مشروع محطة محولات كهرباء الشلاق لتزويد مدينتي الشيخ زويد ورفح بإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء، كذلك تطوير جامعة العريش بحجم استثمارات يتم تنفيذها بنحو 1.3 مليار جنيه، تطوير مستشفى العريش العام على 4 مراحل، تطوير ميناء العريش البحري ليصبح منفذا مهما لتصدير المنتجات السينوية على الساحل الشمالي لمدينة العريش، والانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2024. وبحسب مجلس الوزراء فقد تمت زيادة الطاقة الكهربائية في شمال سيناء 7 أضعاف لتصبح 700 جيجاوات، بجانب توسيع ميناء العريش من خلال 540 فدانا تمت إضافتها وزادت مساحته 11 مرة، وهو ما سيخدم المشروعات الصناعية التي تقوم بها الدولة في سيناء. فيما وجهت الحكومة خلال السنة المالية 2022-2023 مبلغ 5 مليارات جنيه لصالح تنمية محافظة شمال سيناء، تمول الخزانة العامة منها نحو 80%.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفتي في الاستوديو الاستاذه فايزه عايد، نائب اتحاد القبائل المصريه والعربيه، مستشاره محافظه شمال سيناء لشؤون المراه. استاذه فايزه، في البدايه خليني اتكلم على الوضع في سيناء قبل 2014 وقبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الحكم في مصر. الدنيا كانت عامله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر اهل سيناء، وبشكر طبعا القوات المسلحه من الجيش والشرطه طبعا على ما بذلوه لاهل سيناء، وطبعا وبترحم على الشهداء من جيشنا وشرطتنا والمدنيين. لا طبعا الوضع كان مختلف جدا قبل 2014، كان الوضع مش حلو والدنيا كانت مش مظبوطه، وطبعا وجود الارهاب ده كان شيء مدمر لسيناء قوي. طبعا ما فيش حتى يعني امن وامان، يعني الدنيا كانت الوضع كان صعب جدا، ما حدش كان بيعرف يخرج من بيته. الخوف مستمر، ما فيش امان، وضع صعب، الاولاد الصغير بتخاف، يعني الدنيا كده متلخبطه، ما انتش عارف تعيش. يعني انا عايشه هناك وعارفه، يعني مش عارف تعيش، مش عارف تواجه الحياه، او الحياه رايحه لفين وامتى وازاي، يعني الوضع مختلف جدا. حاله تدهور في كل حاجه، عدم انضباط في كل حاجه، حاله انفلات في كل حاجه. لا الوضع متغير فعلا قبل 2014 وبعد 2014. بعد 2014 ودخول القوات المسلحة والشرطة ويعني اكتساب الإرهاب من سيناء إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، خلينا نتكلم نقول إيه الملفات اللي كانت تؤرق أهالينا في سيناء وتم حلها في مجال الصحة، في مجال البنية التحتية، الطاقة، في مجال التعليم، المدارس، الجامعات، إيه اللي حصل؟ لا هو طبعا ناخد ملف ملف، ناخد ملف في ملف. هناخد، لو خدنا ملف الصحه، لا في طبعا في تغيير كبير في ملف الصحه وتطوير في مستشفى العريش العام ومستشفى بير العبد طبعا. لا في تطور كبير جدا في من بعد طبعا دخول الجيش، وطبعا نور سياده الرئيس بيوصي دايما على اهل سيناء، ففي تطوير كبير جدا بعد 2014 تزامنا مع وجود ارهاب. يعني انا عايزه اقول لك ان حضرتك كان في ارهاب وكان في تطور كمان، الاثنين شغالين مع بعض، في عمل كله بيشتغل. كل سينا دي الكل كان بيشتغل فيها، الشرطه والجيش يوفروا امان والعمل شغال برضو في نفس الوقت. يعني ده يمكن اللي قال عليه السيد الرئيس، احنا مش هنواجه الارهاب بس، احنا هنواجه الارهاب لكن ايد بتواجه الارهاب وايد اخرى بتبني في سيناء. الايد بتبني في سيناء، فعملوا تطورات كبيره جدا في الفتره اللي فاتت بين البنيه التحتيه، الارصفه، او عملوا تطورات للارصفه في الشوارع، عملوا تطورات في المستشفيات بصفه عامه، طاقه، عملوا محطات طبعا كهرباء، تحليه ميه بحر، انشاء جامعات جديده. احنا ما كانش يعني في 11 جامعه عندنا، 11 كليه داخل جامعه العريش، اضافوا ليها كليه الطب البشري، كليه الطب البيطري، ما كانش موجود ده، لا ده اتوجد. مين يقول ان سينا دلوقتي فيها طب بشري، طب بيطري، ضاف شغل عالي جدا جوه جامعه العريش من تطور، وكان والجامعات دي بتخدم حوالي 7300 طالب من اهالي سينا، فعدد كبير. متأكيد. عدد كبير، فده لا في تطور حلو جدا مع تزامن مع، يعني انا عايزه اقول لك الحرب على الارهاب دي موضوع مش سهل. وان احنا نقول حرب على الارهاب والكلمه بتقول، يعني ممكن يكون بعض الناس اللي ما شافتش بتسمع وخلاص، بتسمع وخلاص، لكن ما عاشتش الظرف، ما عاشتش الظرف. الظرف كان فوق، يعني فوق قوة الاحتمال. ولكن بجهود جيشنا المصري العظيم، احييه طبعا تحية طيبة من هذا المكان على ما قام به في سينا من تضحيات كبيرة جدا. يعني انا مش عارفة، مش متخيل حضرتك لو ما عشتش طبعا هناك، ولكن سمعت
ولكن قدموا فعلا تضحيات عالية عشان نوصل للمرحلة الكبيرة اللي احنا فيها. انا بكلم حضرتك دلوقتي عن اكبر محطة تحلية مية بحر، بكلمك عن محطة كهرباء اتعملت في المساعيد على اعلى مستوى. محطة المية دي هتخدم 1.5 مليون فرد في اهل سينا. كانت مشكلة في المية في سينا طبعا على طول بتقطع ولها ساعات بس وكده. فيش الكلام ده دلوقتي خلاص. الكلام ده عدى يعني قديم قديم. لا دلوقتي في تطور عالي جدا لحضرتك. انا بعلن يعني سينا خالية من الارهاب مع وجود تنمية حقيقية في سينا. تمام اتفضل. خليني استاذه فايزه اقول انا رحت سينا، يعني كان دايما يعني من بعد كوبري السلام تلاقي مجتمع عمراني في بئر العبد، وتمشي فتره طويله جدا ممكن تلاقي بيتين ثلاثه في منطقه تانية. مش عايز اقول ان كانت المنطقه خاليه لحد ما توصلها حتى العريش. وبعد كده من العريش لغايه رفح برضو 40 كيلو او 45 كيلو برضو في يعني ما فيش تجمعات عمرانيه موجوده لغايه ما انا عايز اعرف يعني. طبعا خلينا اقول ان والدوله المصريه بتحارب الارهاب طول الوقت، بتتعرض لشائعات من جماعه الاخوان الارهابيه اللي هي يعني كان معروف يعني دورها في الارهاب في سيناء، الكلام عن تهجير اهالينا في سيناء، لا مش عارف ايه، لا ايه عايز اتكلم على المجتمعات العمرانيه التي اقيمت في سيناء، خاصه المجتمعات العمرانيه اللي لها طبيعة خاصة. نحن نتحدث عن محافظة لها طبيعة خاصة، لها تاريخ خاص، لها عادات، لها تقاليد، وده ياخدنا الدولة عملت ايه علشان تعمل مجتمعات عمرانية وفي نفس الوقت تحافظ على التراث السيناوي والعادات والتقاليد المصرية الخاصة بسيناء. هو طبعا الدولة لها دور كبير في الموضوع ده. دلوقتي مفيش الكلام اللي حضرتك بتقوله. حضرتك مجرد ما تعدي النفق بتاع الإسماعيلية اللي اتعمل جديد طبعا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتعمل نفق على اعلى مستوى وخدم، انا عايزه اقول لحضرتك خدم بطريقه دي تعتبر بنيه تحتيه هائله وجميله جدا. ففي جلبانه طبعا وداخل حضرتك على شمال سينا في استزراع للاراضي كتير جدا وفيها جناين وفيها مساحات واسعه جدا من المساحات الخضراء مزروعه فيها، وفيها شغل سينا حلو جدا بالنسبه للزراعه دلوقتي. وطبعا لو جينا على طبعا التراث السيناوي ده موجود في كل مكان. ما زالت سينا تحتفظ بتقاليدها وعاداتها والتراث. دلوقتي موجود عندنا، لو قلنا دلوقتي موجود عندنا حتى الصناعه اليدويه موجوده ما زالت الى الان. هتكلم خاصه ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح يعني خلال من 2019 تقريبا كانت النسخة الأولى لمعرض تراثنا وهو معرض خاص ب يعني الهاند ميد أو المشغولات الأراضية. لكن خلينا أتكلم على المجتمعات العمرانية والحفاظ على الطابع السيناوي، وهل بقى المناطق دي كلها اللي كان فيها فراغات دي أصبحت فيها مناطق عمرانية سواء سكنية خدمات موجود فيها أراضي؟ فيها طبعا. دلوقتي المجتمعات العمرانية دلوقتي اتوجدت بنسبة كبيرة دلوقتي، وكل ودلوقتي يعني حتى بيسهلوا ليها كل شيء، بيوصل المية، الكهرباء، التوصيل بالطرق عشان تكون متوازية مع المجتمع. فدلوقتي موجود المساحات، يعني دلوقتي موجود المجتمعات العمرانية موجودة وأصبح دلوقتي فيها مدارس، فيها مستشفيات، فيها وحدات صحية بتقوم على خدمة الفرد هناك بشكل غير عادي. لا موجود الاهتمام بسينا، أنا بحس الاهتمام بها أكتر من أي محافظة تانية. يعني أكتر من أي محافظة تانية. فدلوقتي موجود في عندك في أول ما تخش في بلوزة، في رمانة تتوسع بقى. كان دلوقتي كان زمان بلوزه مثلا مساحه بسيطه، لا دلوقتي بقت مساحه كبيره جدا وعملوا فيها بدل المدرسه 2 و3 وفيها وحدات صحيه، لا وجنبها بقى مناطق كتير جدا. كان بين مثلا مكان ومكان مكان فاضي، لا دلوقتي اتعمل فيه قرى دلوقتي، والقرى اتعمل فيها مدارس واتعمل فيها وحدات صحيه وتوصل ليها طرق خدمات كلها. فاصبح الفرد في سينا بيعيش عادي بيعيش عادي زي اي حد. وده كله انا عايز اقول لحضرتك تزامنا للمره الالف مع وجود ارهاب. الوضع ما كانش عادي بالمره. فده يعني ان احنا نوصل للمرحله دي، لا كان موضوع كبير. يعني خليني استاذه فايزه، يعني طول الوقت وانت بتتكلمي بتقولي يعني انت عايزه تاكدي على فكره ان من 2014 الى الان التنميه كانت تسير ومحاربه الارهاب كانت تسير على نفس الوضع. الوضع كان شديد جدا. تمام.
هنا عايز اتكلم برضو على ال 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 البنية التحتية برضو لانها مهمة جدا، مسألة الطرق. الطرق لان كان في طريق واحد، وكان طريق يعني من بعد كوبري السلام بقى لغاية ما تروح حتى بوابة صلاح الدين في اخر نقطة موجودة في رفح، كان الطريق طريق فردي واحد، وكان كثبان رملية، وكان ليه طبيعة خاصة جدا، وكان خطر. يعني الطريق ده حصل فيه ايه؟ الطريق ده حصل فيه تطور طبعا من إعادة الطريق بنيان وعمار الطريق ده تاني بشكل عالي جدا، وبقاش طريق واحد بقى، ده كان اتجاه واحد الأول. لا لا، ده كذا طريق وكذا اتجاه، وبقى ودلوقتي يعني اهتمام حتى موضوع الطرق ده، التشييد والبناء ده واخد جزء كبير من الاستثمارات قبل كده وحاليا. يعني لو قلنا واخد حوالي 22% من الاستثمارات اللي داخله حاليا سينا، يعني سينا فيها خطه تنميه 2022 ل 2023 حوالي 5 مليار. فمن ضمنها الاستصلاح الزراعي واخد جزء حوالي 28%، و22% واخدهم التشييد والبناء ومنها الطرق. فدي واخده من البلد برضو جزء كبير جدا، ومتطور جزء كبير جدا يعني. فدلوقتي ما اصبحش طريق واحد زي ما حضرتك بتقول، اصبح كذا طريق، اصبح كذا اتجاه، واصبح الدخول والخروج سهل جدا جدا اكتر من الاول بمراحل. ما عادش الكلام ده، وما عادش فيه ساعات الانتظار الطويله لا خالص خالص. مع وجود كمان حضرتك كان زمان على المعديات في تكدس جدا، اللي جاي بالعريش اهل العريش كانوا يتعبوا في موضوع ان هو في تكدس على المعديات. لا، انا سياده الريس وعمل مشروع الانفاق دي. اللي احكي لي على الانفاق دي أستاذة فايزة، وتأثيرها خاصة مسألة، لأن يعني محافظة شمال سيناء لها علاقة بالمحافظات القريبة منها زي الإسماعيلية، زي السويس، زي بورسعيد، مسألة مدن القناة، مدن القناة. مسألة تسهيل الحركة، خاصة كمان في مسألة الزراعة. نحن نتحدث عن شمال سيناء، وبرضه هتكلم على مسألة محطة تحلية بحر البقر ودورها في مسألة استصلاح تقريبا 500 فدان في محافظة شمال سيناء. خلينا نتكلم على الأنفاق ودورها في الربط وتسهيل الحركة بقى، سواء حركة أفراد أو حركة سلع وبضائع و هو كان الأول طبعا بنلاقي معاناة، كان ممكن يقعد على ده يعني حوالي يوم اتنين عشان يعدي. دلوقتي ما عادش الكلام ده. يومين طبعا كان الموضوع كان صعب جدا زمان. لو في بضاعه ولا كده محافظات زراعيه، بنتكلم بقى الكنتالوب والخوخ والطماطم وكلها سلع محتاجه. لا، كانت فعلا في صعوبه، لكن دلوقتي ما عادش الكلام ده خلاص. الكلام ده دلوقتي انتهى. دلوقتي في الانفاق دي بتسهل الحركه جدا، ما فيش زحمه، ما بتلاقيش قدامك ولا عربيه عشان تنتظر حتى. ده بتخش على طول وتعدي، ما فيش الكلام ده، ما عادش الكلام ده دلوقتي. سهوله جدا، ربطنا بالاسماعيليه، ربطنا بالسويس، بنيجي القاهره في مسافه، ما فيش. الوضع بقى اسهل بكتير دلوقتي. الناس مبسوطه، ما عدتش بسمع كلمه، او ما عادش فيه ان انا بسمع لا ده انا تعبت وانا بعدي، زي زمان. زي 2013 و14. وده بيعمل سوري معلش زي ما بتقول الناس بتكسل، او يبقى ما عندهاش طاقه. انا يا عم هروح اقعد لي يومين واعمل، فكله ممكن يصرف نظره عن امور كثيره خاصه بالتجاره والتعامل مع الاخرين. كله كان بيتعب، التعب ده كان بالنسبه له السفر معاناه. ما عادش المعاناه دي انتهت خلاص. اصبح دلوقتي خلاص انا مسافر، ما فيش وقفه، بتعدي تلاقي مكان راح اي محافظه، اي محافظه جنبك، واتربطت بكل المحافظات. واصبح عندك دلوقتي مجتمعات كلها مترابطه. انا شايفه دلوقتي ان المجتمعات اتغيرت كتير، يعني بقت اصبحت مجتمعات مترابطه، واصبح حتى اهل سينا مترابطين جدا جدا دلوقتي. يعني دلوقتي انا هقول لحضرتك على حاجه، في حاجه اسمها تجميل سينا، قاموا اهل سينا بتجميل الطرق والمحافظه بتعاون مع مؤسسات الدوله، زي ما الرئيس قال في 2022، وجعل المجتمع مجتمع مدني. اعلنوا الرئيس في 2022 ده مجتمع مدني بشراكه مؤسسه الاهليه مع مؤسسات الدوله. اصبح دلوقتي كله بيشارك وكله بيعمل، بقى اسهل بكتير، وبقى اسرع بكتير، وتوفير لوقت كتير، وتوفير لفلوس كتير كده يعني. خلينا استاذ فايزه، حضرتك اشرت الى جزئيه هامه جدا. يعني بالتاكيد القوات المسلحه والشرطه كان لهم دور كبير، والمدنيين كمان، اهالينا اللي قدموا تضحيات في سيناء كبيره يعني. وزي ما قالت الاستاذه فايزه، لهم كل التقدير والتحيه، الناس اللي قدمت ارواحها فداء لهذا الوطن وفداء لجزء هام جدا
من أرض الوطن هي سيناء العزيزة التي تمثل لكل المصريين مكانة هامة، مكانة سياسية ومكانة جغرافية ومكانة دينية. يعني هنا عايز أتكلم على المجتمع المدني، يعني ممكن المشاهدين يقولوا سيناء مجتمع هو قبلي، يعني قبائل لها عاداتها وتقاليدها، يمكن ده يصل للمشاهد ان المجتمع المدني ماليش دور داخل سيناء. عايز اتكلم على التغير اللي حصل ومسألة المجتمع المدني، خاصة المجتمع المدني لما بيلاقي الدولة مهتمة في اهتمام بالمكان هو كمان بيشارك ويبقى ليه دور. طبعا المجتمع المدني، وهل العادات الخاصة بأهالينا في سيناء كان لها تأثير سلبي في عمل المجتمع المدني ولا إيجابي؟ لا طبعا، هو العمل المدني لا ليه تأثير إيجابي طبعا. إيجابي لأنه ليه تأثير العمل المدني مع مؤسسات الدولة إيجابي طبعا. أنا أكيد، لكن أنا بتكلم يمكن المجتمع القبلي ليه عادات معينة، يمكن يقول لك لا ما الست ما تشاركش، لا مش عارف مين ما يشاركش، لا معلش سامحيني، لا 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 ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا في سيناء دلوقتي الست زي الراجل بالظبط، نساء شقائق الرجال، فهي زيها زي الراجل بالظبط، زي ما الراجل في مدرس في مدرسة، في دكتور في دكتورة، في أستاذة في الجامعة في أستاذة في الجامعة، في سيدة أعمال في رجل أعمال، في نائبة في نائب، عندنا نواب مجلس شعب، عندنا دكاترة في الجامعات، عندنا سيدات أعمال بيقوموا، أنا واحدة منهم يعني، بنقوم بشغل زينا زي الراجل بالظبط. يعني إحنا بنقوم زينا زي الراجل بالظبط، في وليها يد في كل حاجة، أصبحت زيها زي الراجل. ولا ده بل الست عنصر مؤثر وقوي في المجتمع، لأنها ربت أسرة بأكملها، هي الزوجة، هي الأم، هي الأخت، هي الإبنة، فأصبحت لها تأثير قوي على الفرد والمجتمع، وبتكون مؤثرة في على مستواها الشخصي وعلى المستوى العام في المجتمع اللي هي عايشة فيه. لا ما سينا ما عادش فيها الكلام القبلي، لا دلوقتي فيها تحضر كبير جدا، وما زال سينا فيها ناس متعلمين من قديم الأزل على فكرة. لا لا ودلوقتي لا أنا برضو استاذة فايزة عشان تبقى الأمور واضحة، بالتأكيد يعني سينا فيها أعلام كبيرة يعني في كل المجالات، وهنا لا أتحدث عن العلم والطب وأمور كثيرة جدا، ولكن تبقى للقبيلة عاداتها وتقاليدها. الست يعني عاداتها ما زالت الست محتفظة بعاداتها، ده اللي أنا بتكلم فيه، وتقاليدها قد تكون من ضمن هذه التقاليد. لا الست ما تشتغلش في المجتمع المدني. أنا عايز أعرف إيه اللي حصل تغيير، لأن خلاص يعني أنا عايز أقول للسادة المشاهدين برضو حضرتك توضحي لي الرؤية دي، إن أهالي سينا بعد الحرب على الإرهاب حسوا قد ايه بقيمة هذا الجزء وبقيمته لدى المصر كلها، مصر كلها، والتضحيات فعلا اللي اتقدمت وانت اشرت ليها، سواء من الجيش، سواء من الشرطة، سواء من المدنيين العاديين. احنا كنا نسمع احداث ارهابية في منتهى الخطورة، ناس مدنيين في, 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 في العريش تقتل كده بدون اي مبرر، مجرد ارهاب للناس. فكون إن هذا الشعب أو هذه المحافظة العظيمة المصرية تتعرض لهذا الكم من الإرهاب ثم نتحدث عن تنمية، لابد أن يكون الناس مفهومهم للجزء ده اتغير. قد إيه ده جزء مهم، قد إيه سيناء مهمة لينا، قد إيه الأرض دي لازم نحافظ عليها، فبالتالي حدث تغيير في الفكر القبلي. طبعا تغيير الفكر اتغير، لأن لقيوا اللي وقف جنبهم في المرحله دي هي الجيش وهي الشرطه وهي ودي بلدهم، فالفكر اتغير للاحسن بكتير. ما عادش في افكار، كل الافكار ان انا ازاي ابني، ازاي اعمر، مش افكار متطرفه، ما عادش، لا ما عادش الافكار دي دلوقتي. كل واحد من المجتمع المدني دلوقتي بيأسس ولاده ان احنا عايزين نبني، عايزين نعمر، عايزين نعمل شيء حلو في سينا. سينا عشان تاخد يعني ليها وضع معين، فده مش بالسهل. فكل المجتمعات دلوقتي، المجتمع عندنا محتفظ بعاداته وتقاليده، وفي نفس الوقت محتفظ في تغيير الفكر والثقافه بتاعه زمان. لا ده احنا جيشنا وشرطتنا هو ده جزء مننا، هو ده، وده الفكر ده موجود، ولكن ده بعض الافكار دي انتهت خلاص لبعض الناس، ولكن ما مش موجوده، انتهت. دلوقتي اصبح دلوقتي المجتمع كله ايد واحده، سينا على قلب رجل الواحد، ايد واحده، مجتمع كله بيساعد مؤسسات الدوله حتى ينهض بيها،
ويرتقي ويرتفع بيها. ما فيش الكلام ده دلوقتي خلاص، الفكر بقى فكر كويس. وكان زمان اللي احنا بنقول المرأة دلوقتي حتى في سينا، كان المرأة السيناوية بقت تسافر بره زي ما قلت قبل كده، بتعمل الدكتوراه وبتعمل الماستر وتحضر وتسافر مؤتمرات وتحضر مؤتمرات وتسافر وتروح وتيجي وبتعمل شغل كتير جدا. انا واحدة سيدة اعمال بعمل شغل يعني كتير جدا، وانا سيدة من اهل سينا، فشيء طبيعي يعني. تأكيد. وبنعلم بناتنا برضو في كل شيء يعني. خليني أتكلم على دعم التجمعات المنتجة للحرف البدوية في شمال سيناء بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. تشهد محافظة شمال سيناء تغييرا ملحوظا بعد أن عاد لها الأمن والاستقرار بفضل الجهد المضني الذي بذلته القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة في القضاء على العناصر الإرهابية، حيث تعمل المحافظة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية ببذل قصارى الجهود الممكنة لإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها وتيسير سبل الحياة للمواطنين. وفي هذا الإطار نجد أن هناك خطة يجري تنفيذها الآن لاستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها بأقسام العريش ورفح وشيخ زويد وتوابعها، وإنشاء ورصف طرق بمدن وقرى المحافظة، واستكمال تنفيذ شبكة طرق داخلية بمركز النخيل السياحي رأس سدر، استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50,000 نسمة، تطوير المرافق لربط المدينة بمصادر الشبكات العمومية، وتدعيم وإمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائي وفقا للتنمية العمرانية. كما تم إنشاء 5 دور حضانة نموذجية على مستوى المحافظة، ومبنى جديد للشهر العقاري مجهز بأحدث الإمكانات لتقديم خدماته للمواطنين. أيضا تم فتح جميع الطرق وإزالة المتاريس والأكمنة الأمنية من الشوارع والميادين، كما أن سيناء مقبلة أيضا على توسع زراعي كبير، لا سيما أنه يمكن زراعة 1,000,000 فدان بالمحاصيل الاستراتيجية التي تغني البلاد عن الاستيراد مثل القمح وبعض المحاصيل الزيتية الأخرى، تزامنا مع التوسع في زراعات الزيتون وإنشاء التجمعات البدوية وسط سيناء بجهود القوات المسلحة والمدعومة بكافة الخدمات، وأيضا زيادة ضخ المياه لشمال سيناء من ترعة السلام مع الاستفادة بكميات مياه من صحارة سرابيوم. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. خليني اتكلم هنا قبل التقرير، يمكن التقرير استعرض العديد من الانجازات التي حدثت في محافظة شمال سيناء خلال المرحلة الماضية من تطور وبنية تحتية وامور كثيرة جدا تحدثت فيها مع الأستاذة فايزة عايد اثناء هذه الحلقة او الجزء الاولاني من الحلقة. اتكلم هنا على دعم المنتجات البدوية ومسألة الحرف البدوية، خاصة ان السيد الرئيس في 2019 افتتح معرض تراثنا، ومعرض تراثنا كان فيه العديد من الصناعات اليدوية والتراثية التي تعبر عن مناطق لها خصوصية من ضمنها شمال سيناء. الحرف البدوية، وهنا عايز اتكلم على دور المرأة برضو استاذة فايزة وتمكين المرأة اقتصاديا، لان يعني لما نتكلم على المرأة المعيلة في مصر نحن نتحدث على 60% من سيدات مصر هن معيلات لأسرهن، ولكن طبعا الوضع هيختلف شوية في سيناء يعني. لكن خلينا اتكلم على تمكين المرأة اقتصاديا، دور الدولة، المجتمع المدني، حضراتكم في تمكين المرأة الاقتصادية وان يبقى ليها مورد دخل. بالظبط بالظبط. هي الحرف اليدوية طبعا دي حرفة او بنقول عليها الهاند ميد، او الحرف اليدويه اللي بتشتغل بشغل الايد، ودي حرفه بتبقى حلوه جدا
وهي بتحتاج صبر شوية، ولكن بتطلع شغل حلو قوي وبيكون أسعاره حلوة جدا. طبعا احنا لو بدأنا من عند السيدة الأول، هناخدها واحدة واحدة. لو بدأنا من عند السيدة الأول، دي في دي حتى دي شغلانة الهاند ميد ده حرفة، يعني ده شغل، يعني شغل ليها عائد عليها، هيعيد عليها أول حاجة بالمعرفة، بثقافة في العمل ده ماديا. بعد كده هي لما تطلع بيه للدولة، الدولة بتعمل ليه معارض بتسوقه فيه بأسعار حلوة، ده بيعود عليها برضو ماديا كويس. بعد كده بيحطوه طبعا كمان، يعني سيادة الرئيس لما عمل معرض تراثنا جمعوا كل الشغل وحطوه وعملوا فيه المعرض ده، اتشهر جدا وعمل شغل عالي جدا جدا. فأصبح دلوقتي عندها حرفة عالمية تدخل بيها وتسوق وتشارك بيها، تشارك بيها في أي مكان، في أي معرض عالمي عندها استعداد تشارك فيها، وبتشارك فيها فعلا السيدة البدوية، وكونها مهنة عظيمة جدا، لأن ومهنة وسعرها غالي، ومهنة عايزة صبر. دلوقتي أنا دلوقتي ما عادش زمان كان دلوقتي المكان، لا هي مهنة كويسة جدا. فهي طبعا بتشارك بيها في كل مكان وفي كل مجال وفي كل، والدولة بتوفر لها المعارض، بتوفر لها التسويق، بتوفر لها كل ده، فده بيعود عليها ويمكنها اقتصاديا أكتر من انها تكون قاعده من غير اي شغلانه يعني. تمام. خليني اتكلم هنا، يمكن اثناء الفاصل تحدثتي معايا على مساله انشاء مدينه رفح الجديده. هي رفح اتغيرت، بقى في رفح جديده؟ فعلا هي رفح جديده دلوقتي، هيعملوا فيها حوالي 10,000 وحده سكنيه. 10,000 وحده سكنيه. وهي كمان نازله تكملتها ضمن الخطة الاستثمارية اللي جاية في 22-23، نازلة برضو ضمن الخطة كمان لاستكمال هذه المدينة الجميلة اللي هي رفح الجديدة. فدلوقتي في شغل فيها عالي جدا، فيها كمان بيوت بدوية، عاملين بيوت بدوية، خلصوا جزء منها طبعا وجزء تاني شغالين فيه، وهيستكملوا رفح إلى النهاية من الخطة الجديدة إن شاء الله. حتى تاخدها ازاي؟ حتى تسيئة ده كله بيبقى تبع المحافظة بالتنسيق مع المحافظة، وبيسلموهم الوحدات حتى يعني المقابل مقابل ايه ولا طاقة هذه المدينة رفح الجديدة هتكون حوالي 50,000 نسمة. 10,000 لو متوسط 5 يبقى 50 نسمة. فده يعني ان انا اخد عدد السكان ده وهيقعد رفح الجديدة، دي هتكون جنة ان شاء الله بالناس اللي رايحة دي. التكلفة بقى يعني مين اللي بيتحمل التكلفة دي؟ هل في اقساط؟ هل في لا، التكلفة كلها الدولة متحملاها، شغل الدولة بتخلص فيه بدون مقابل؟ بتسلمها لاهالينا في رفح بدون مقابل؟ بدون مقابل. اهالي سينا يعني الدولة بتحاول تسعد الشعب السيناوي باي شكل كان، فهتوفر ليه كل الامكانيات المتاحه. لا ده فيها شغل عالي جدا رفح الجديده، وراح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشاف بعينيه كل الشغل دوت، وكان سعيد جدا بالتطور الفظيع اللي كان موجود. وبرده في الشيخ زويد برده انشاء محولات في الشلاق او الشلاق زي ما قالوا في التلفزيون، شفت في التقرير اللي كان دلوقتي، محاولات جميله جدا اتعملت في الشيخ زويد، محاولات كهرباء، محاولات كهرباء علشان الاناره في الشيخ زويد، وفيها وكمان في عوده اهالينا للشيخ زويد، عوده اهالينا رجعوا الشيخ زويد تاني، تم نقلهم لاماكن اكثر امنا دلوقتي. خلاص راجعين تاني. الشيخ زويد دي على فكره بلد يعني ما شاء يعني حاجه حلوه جدا، فيها كان الشهيد محمد سلمي شهيد الشرطه ده اللي هو الله يرحمه طبعا، يعني نترحم عليه طبعا، وزوج النائبه عايده عضوه مجلس الشعب، عائدة السواركة عضو مجلس الشعب، وهو كان شهيد دي قبيلة السواركة، والشهيد اللي هو محمد سلمي برضه من قبيلة السواركة. ده الشيخ زويد، في الشيخ زويد. ايه اللي اتغير في الشيخ زويد؟ طب خليني اخد ايه اللي اتغير في الشيخ زويد عشان نتكلم عنها، لان شايفك بتتكلم على الشيخ زويد بحب شويه يعني. خلينا ناخد التقرير ده ونرجع نستكمل هذه الحلقه من برنامج ملفات، فابقوا معنا.
عملت الدولة المصرية على التصدي لظاهرة الإرهاب في سيناء عسكريا ثم اقتصاديا واستثماريا في توقيت واحد، فكان العمل على المواجهة العسكرية في نفس توقيت الاستعداد لاستقبال حياة جديدة داخل مناطق شمال سيناء، وذلك من خلال افتتاح العديد من الطرق الجديدة والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يتم افتتاحه من مصانع واستثمارات. تم العديد والعديد من المشروعات التنموية والخدمية في شمال سيناء. هتكلم عن المشروعات الخاصة بوزارة المياه مثلا، في العديد من المشروعات اللي تمت في تحلية المياه. لو هتكلم عن المشروعات التي أنشأتها وزارة الإسكان، في العديد من التجمعات العمرانية الجديدة التي تم إنشائها في شمال وجنوب سيناء، وخاصة في شمال سيناء في منطقة رفح والعريش وغيرها من الأماكن. لو شمال سيناء شهدت مشروعات ضخمة جدا جدا على كافة القطاعات، حتى المطارات في الفترة الأخيرة تم إنشاء العديد من المطارات، منها مطار البردويل الذي يخدم شمال سيناء، ومطار المليز الذي يخدم وسط سيناء ويساعد على التنقل والحركة السياحية. وتولي الدولة اهتماما كبيرا لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات التي تخصصها الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية، وتبلغ جملة هذه الاستثمارات الحكومية بخطة 2022-2023 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 5 مليارات جنيه، تمول الخزانة العامة منها نحو 80%. الدولة مهتمة جدا بقطاع التنمية في سيناء، من حيث الإسكان، من حيث المشروعات التنموية، سواء في شمال أو وسط أو جنوب سيناء. الدولة الفترة الأخيرة بدأت تتجه إن هي تعمل مشروعات للتنمية هناك عشان خاطر أهالينا في شمال أو جنوب أو وسط سيناء. بدأت من مثلا محطة معالجة بحر البقر عشان خاطر نبدأ نحاول نعمر سيناء من خلال توسيع أو خلال زراعة الأرض هناك. جنوب سيناء برضو لو بصينا فيها هنلاقي حصل فيها تطور عمراني وتطور رهيب جدا من الناحية العمرانية، ومفيش أدل على إن جنوب سيناء استضافت مؤتمر المناخ، وحضراتكم شفتوا البنية التحتية في جنوب سيناء كانت عاملة إزاي، طبعا في شرم الشيخ طبعا تابعة جغرافية لمدينة جنوب سيناء. الحقيقة برضو لو بصينا من حيث الاهتمام بالمواطنين تحديدا في سيناء بشكل عام، هنلاقي إن الدولة مهتمية بيهم على مستوى قطاع الصحة، على مستوى قطاع الإسكان. لذلك في إطار اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأنشطة الاقتصادية لمواطني سيناء ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخول الأسر الفقيرة ومحدود الدخل، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. برحب مره ثانيه بضيفتي في الاستوديو في الجزء المتبقي من حلقه النهارده من برنامج ملفات، الاستاذه فايزه عايد، نائب اتحاد القبائل المصريه والعربيه، مستشار محافظه شمال سيناء للمراه. كنت بتكلم على عوده اهلنا للشيخ زويد. طبيعه الشيخ زويد، طبيعه جغرافيه، ايه اللي حصل في الشيخ زويد جديد يا استاذه فايزه؟ طبعا هي الشيخ زويد منطقة قبلية، ديت كان بعض السكان أثناء محاربة على الإرهاب سابوا أماكنهم، وأخدوا فترة لما جيشنا كان بيتواجه مع الإرهاب، فطبعا هم سابوا المكان. طبعا كان كلها حماية للمواطن يعني. فبعد كده اتشالت الكماين ورجع، ولما الارهاب قضى عليه بفضل طبعا جيشنا وشرطتنا والمدنيين من اتحاد برضو القبائل كان بيشاركوا، رجعت تاني الناس لبيوتها في الشيخ زويد، وكانت فرحة كبيرة جدا جدا، والناس شكرت سيادة الرئيس والجيش والشرطة على ما بذلوه في الفترة دي يعني. ورجعوا بقى التعمير فيها تاني، توصيل تليفونات، شبكات التليفون، الانترنت، كل ده موجود؟ كل ده موجود. وعمايل برضو والمحولات الكهرباء، كان برضو الكهرباء مقطوعة عنها، عملوا محولات الكهرباء عالية تبقى موجودة طول الوقت هناك. الكهرباء موجودة والدنيا بقت كويسة جدا جدا في الشيخ زويد يعني. تمام.
خليني سريعا لان الجزء المتبقي قليل جدا. يمكن هناك مبادرات رئاسيه كثيره جدا خاصه بصحه المراه، 100 مليون صحه، القضاء على فيروس سي، ته المربوطه، الكشف المبكر لاورام الثدييه لدى النساء، الامراض الوراثيه للاطفال. هل المبادرات دي وصلت اهالينا في سيناء، القوافل المتنقله الطبيه؟ فعلا وصلت. فعلا حلو جدا عند المواطن، وبتسعده جدا. بيجوا دكاتره في المبادرات دي، بيعملوا شغل جامد جدا. حاليا وانا بكلم حضرتك، في مبادره تبع القوات المسلحه في سيناء، عاملين ليها موضبين لها خيم وحاجات للكشف على الناس في الفتره اللي انا بكلم حضرتك فيها دلوقتي. مبادره فيروس سي زي ما حضرتك قلت، دي سابت صدى كبير جدا عند الناس، والناس كانت فرحانه بيها جدا. برضو الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، ده من الحاجات برضو اللي اسعدت الناس جدا. وفعلا وعدد ناس كبير جدا جدا خضع للاشعه والتحاليل والكشف المبكر بالنسبه للمبادره دي. مستشفى العريش العام كمان بيساهم، لان طبعا حصل فيه تطور وهيستكمل تطوراته في 2024 ان شاء الله، ولكن شغالين في تطور من زمان مش من دلوقتي. بيستقبل برضو عدد من المبادرات دي كمان، ويقوم على مساعده المبادرات وحتى تقوم وتدي عملها على اكمل وجه. خليني قبل ما اختم حلقتي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ايام قليله اعلن ان الدوله المصريه سوف تقوم بزياره يترأسها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الحكومه وعلى راسها دوله رئيس مجلس الوزراء للعريش، لاهالينا في العريش، لاهالينا في رفح، لاهالينا في الشيخ زويد، للاعلان عن ان شمال سيناء اصبحت منطقة خالية من الإرهاب. زيارة السيد الرئيس المرتقبة إلى شمال سيناء والحديث عن خلو هذا الجزء المهم من الوطن من الإرهاب وعودة سيناء إلى الحياة الطبيعية لأهلي. احنا بنبدأ نقول طبعا ده شرف عظيم لأهل سيناء، وإن الرئيس يجي لينا بنفسه ويعلن ده على أرض سيناء، على البقعة الغالية للوطن العربي كله، ومش هنقول مصر بس، لا ده احنا هنقول وطن عربي كامل، ويعلن ان سيناء خاليه من الارهاب. ده شيء عظيم جدا، واحنا سعداء في انتظار سياده الرئيس طبعا تشريفه لاهل سيناء، ده شيء هيسعدهم جدا. واحنا بنقول حتى يعني دلوقتي زياره سياده الفريق عسكر أسامة عسكر دي اسعدت الناس جدا، رئيس الاركان سياده الدكتور مصطفى مدبولي برضو مع 7 من الوزراء، اسعدتنا جدا وحسيتنا نسينا بخير وامان، ومصر كلها معانا ايد واحده طبعا. وسياده الرئيس هتكون زياره مش هنقول يعني كسينا بس ولا المصري بس، مش هنقول دوليه، ولكن هتكون عالميه عندما يعلن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناء خالية من الإرهاب. سيناء خالية من الإرهاب، سيناء تشهد يعني مرحلة جديدة من التنمية، سيناء هذا الجزء الغالي من الوطن الذي قدم تضحيات كثيرة لتبقى مصر ولتبقى سيناء مصرية. في نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات، بتوجه بالشكر لضيفتي الأستاذة فايزة عايد، نائب اتحاد القبائل المصرية والعربية، مستشارة محافظة شمال سيناء. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا. الشكر لزملائي في استوديو 2، والشكر لفريق عمل ملفات لهذا اليوم، رئيس تحرير وليد محمود، أسرة الإخراج فريد شرف، عز النحاس، والمخرج الكبير مدحت الزهيري. والشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم أنا إيهاب اللوندي على خير، إلى اللقاء.